الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد خلق الله الخلق بحكمة، وخلق الكون وقدره، واقتضت حكمته أن يمتحن بعض الناس بالفقر وأن يمتحن بعض الناس بالغنى. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ابتلى هذا لينظر هل سيصبر وسيعمل وسيجد ويجتهد، وابتلى الآخر بالغنى وهو أيضا امتحان وابتلاء، هل سيشكر نعم الله عليه أم سيجحد ويضن بما أنعم الله به عليه. ونؤكد أن الإسلام كما افترض الصيام افترض الزكاة، وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصيام. فإذا ما صلى الإنسان وصام ولم يؤدي الزكاة كان مقصرا غاية التقصير في حق الله عليه. فالذي لا يؤدي زكاة ماله كالذي لا يصلي، والذي يفطر في نهار رمضان سواء بسواء، هي فرائض على قدم المساواة. وحذرنا القرآن الكريم من عدم الوفاء بحق المال، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض العلماء: تحدث القرآن الكريم عن كي جباه أهل الشح والبخل الذين لا يؤدون حق الله في المال ولا يؤدون الزكاة، فقال: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ما سر هذا الترتيب؟ قالوا: إن البخيل إذا التقاه السائل أعرض عنه بوجهه، فإن جاء من جانبه أعطاه جانبه، ثم التفت بظهره يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا في من لا يؤدون حق الله في المال. ويقول سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدى بكم إلى نار جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولما نزل قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، موت لا قيامة بعده، يا ليتني كنت ترابا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لم ينفعه المال ولا السلطان، ندم بعد فوات الأوان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجه: إذا طبخت فأكسر المرق وابعثي إلى جيراننا، السلسلة تلف على أهل العصيان، فككنا نصفها بالإيمان فلنفك النصف الثاني بالإطعام. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لسببين: كان لا يؤمن بالله العظيم، أمنا، ولا يحض على طعام المسكين، لا أعطي الفقراء والمساكين حتى نفك هذه السلسلة. إذن في المال حق، في المال حق، وعدم الوفاء بحق المال يؤدي إلى سوء العاقبة والعياذ بالله. أما من أدى ومن أنفق فعلى شاكلة أخرى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بدأ بأي شيء؟ بإطعام الطعام.
ويطعمون الطعام على حبه، حبا لله او على حب الطعام وحب التمسك به، ولكنهم يؤسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن فرق شتان بين من يبخل ويضن وبين من يطعم الطعام حبا لله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. كلمة على حبه، الضمير في حبه، قال بعض المفسرين يعود على الله عز وجل، أي حبا لله وابتغاء مرضاته، وقال بعضهم على تعلق الشديد بالمال وحبه إياه، ولا مانع من الجمع بين المعنيين، فمع حبه وتعلقه بالمال، إلا أنه كما قال القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: لا توكي فيوكي عليك، لا تضيقي فيضيق عليك، أنفق ينفق عليك، أمسك يمسك عنك. ثم إن البركة مع الإنفاق. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول، صوت يخاطب السحاب: أيتها السحابة، أيتها السحاب، اسقي أرض فلان ابن فلان بالاسم. فالرجل مشى خلف السحاب حتى وجد رجلا كبيرا شيخا يعمل في حديقته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. فوجد نفس الاسم الذي سمعه عندما قال المنادي للسحاب: اسقي أرض فلان ابن فلان. الحديث في صحيح الإمام مسلم. فقال له: يا عبد الله صاحب الأرض، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه اللي ننزع عليك الآن يقول: اسقي حديقة فلان ابن فلان باسمك، فماذا تصنع؟ وما الذي بلغ بك هذا المبلغ؟ فقال: أما إذ قلت ما قلت فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الخير لا يضيع، يبقى حتى في أبنائك وأحفادك في صورة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ويقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. افعل ما شئت كما تدين تدان، فإن أنفقت أنفق عليك وعلى أبنائك، وامتدت البركة إلى أحفادك. إن لم تنفق وأنت في هذا الشهر الكريم، إن لم تبادر بحق المساكين وحق الفقراء عليك، هذا حقهم. هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم في المال حق سوى الزكاة. فروض الكفايات: إطعام كل جائع وكساء كل عائد ومداواة كل مريض. الصدقات، الإحسان، التكافل المجتمعي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له. نعم في المال حق سوى الزكاة، حتى يتكافل المجتمع، وحتى لا يكون بيننا فقير يحتاج إلى ما يسد جوعته أو ما يستر عورته
أو ما يتداوى به. هذا هو الدين وهذه الإنسانية، فلنتكافل ولنتراحم، وليأخذ غنينا بيد فقيرنا وقوينا بيد ضعيفنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا أو أصابتهم فاقة جمعوا ما عندهم في وعاء واحد فقسموه بينهم بالسوية على فقيرهم وغنيهم، فهم مني وأنا منهم. نسأل الله أن نكون معهم ومع رسولنا، وأن نكون صلى الله عليه وسلم، وأن نكون منهم وأن نكون معهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يطهر قلوبنا من الشح والبخل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب محمدا حبا كثيرا، أحب محمدا، أحب محمدا حبا كثيرا، وآل البيت في خلجات نفسي، ويزداد الحنين إلى حبيبي، ويزداد الحنين، ويزداد الحنين إلى حبيبي، فأملأ من بحار الحب كأسي، وعند مديح خير الخلق يحظى، وعند مديح خير الخلق يحظى فؤادي، ثم تعلو هام رأسي. أحبك يا رسول الله، أحبك يا نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم شفيع.